لقطات وذكريات الحقيقة هنحاول نسترجعها معايا النجم الخلوق، نجم مصر النادي الأهلي كابتن جمال المساعد، ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الخير كابتن أحمد، أنا سعيد أن أكون مع حضرتك النهاردة وإن شاء الله تكون حالك كويسة. إن شاء الله إن شاء الله، ده شرف لينا وجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن. بمناسبة أنك في السادسة، رقم 6 بيمثل لك إيه عموما؟ رقم 6 يعني حلو كبرنامج للنادي الاهلي كبدايه، يعني حاجه كويسه. ايوه، نمره التيشيرت بتاعتك كانت نمره كام في النادي الاهلي؟ التيشيرت بتاع النادي الاهلي، انت عارف مرحله اللي هي الناشئين بتبقى انت لسه طالع. لا انت بقى بتختار، ما بتختارش فلسطين، ما وانت طالع انت بقى على حسب التيشيرت اللي هو موجود. لكن لما بتختارش يعني لكن لما انت عندك رقم مفضل عموما؟ لا، انا لبست 12 في نادي الاهلي، ولبست 9 و8 واستقريت على 8 في الاخر. مشوارك مع الاهلي مشوار صعب، البدايات ابتديت مع الاهلي امتى تقريبا؟ هو طبعا النادي الاهلي مش اي حد يلعب فيه طبعا، وحلم كبير كل لعيبه الكوره بتحلم فيه، حلم كبير لاي حد تحلم في النادي الاهلي. انا بدات مشواري في النادي الاهلي سنه 80 81 مدرسه الكوره. كان كان عندي 10 سنين ساعتها، 10 سنين. كان موجود كابتن مصطفى حسين، كان رئيس قطاع الناشئين. طبعا انت لما بتلعب في النادي الاهلي وانت عاوز تلعب فرقه كبيره، بتشوف الناس اللي هي قدامك مين، او المراكز اللي هي موجوده اللي انت عشان تلعب درجه اولى لازم تتخطى الناس دي. فطبعا الامر بيبقى صعب جدا، انك انت بيبقى قدامك مراحل، مثلا دفعه مثلا عبد الجليل وهاني رمزي وبعد كده بدر رجب، يعني ايه اجيال، لان انا حضرت اجيال. يعني لعبت مع هشام ولعبت مع وليد ولعبت مع هادي ولعبت مع محمد يوسف دفعتي وكرم مرسي، وبعد كده لعبت مع عماد رجب وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد. جيل الاكبر شويه. فانت بتخوي مرحله مرحله كده لغايه لما تكمل بقى الفرقه كبيره. مين اول ماتش لعبت فلسطين؟ ظروفك الاول ازاي دخلت فيرست تيم؟ مين اللي اختارك عشان تلعب فريق اول نادي اهلي؟ واول ماتش كانت ايه ذكرياته؟ هو انا كانت سنه 86 87 كنت بلعب منتخب مصر 17 سنه. كان في كندا، خدت احسن لاعب هناك، احسن 3 لعيبه في البطوله. رجعت على طول، كان موجود الكابتن السايس، وطبعا كان ماسك الفرقه الكابتن شو عبد الشافي، كان بيرشح بعض اللعيبه اللي هي موجوده ان مين اقرب واحد يطلع للدرجه الاولى. فلسطين. جيت انا 87 من كندا. طبعا اترشحت ان انا اطلع اتمرن. طبعا في الفتره دي جاي معنوياتك في السماء، واخد جايزه احسن لاعب. طبعا بتطلع بقى تتمرن، اللي هي الفتره اللي هي اللي تتمرن شويه، تنزل تيجي مثلا محتاجينك في تقسيمه. ايوه، لان العدد بيبقى فيه كبير، محتاجينك في تقسيمه، بياخدوك من تحت تتمرن معاهم. مش لاي حد طبعا بيحتاجه في تقسيم يطلع يلعب، لا ده هم اللي هو عينهم عليه ان هو يطلع يلعب درجه اولى فلسطين. بعد كده بعد بتخش على حته انك انت احتياج الفرقه ايه في الدرجه الاولى، مين موجود بقى في المكان دوت تلعب عشان انت تطلع تلعب درجه اولى. يعني انا كان ساعتها كان موجود كابتن طارق ابو زيد ناحيه الشمال، كابتن اسامه عرابي، عبد الجليل، عتاوله الديفندر برضه، عتاوله هنا. تبص نفسك انت بتقعد تفكر تقول ايه هتاخد فرصه ازاي، انا هاخد فرصه ازاي، تبص لنفسك انت الدنيا ضلمه قدامك. لكن طبعا بالطموح وبالعزيمه الواحد لعب الحمد لله ولعبت. كان في لحظات كتير ضلمه قدامك في مشوارك مع الاهلي؟ اكيد طبعا. ما هو انت وانت شغال فتره الناشئين، انت يعني انا كنت انا مثلا الدفعه اللي هي بعديه كانت دفعه هاني وعبد الجليل. او عبد الجليل وعادل عبد الرحمن. هشام حنفي؟ لا، هشام معاك. هشام اصغر مني. هشام اصغر منك. هشام بقى نفس الكلام اللي انا بحكيه ده، هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي اللي عاوزه تلعب درجه اولى هو بيحسبها كده. تمام. يعني انا كان قدامي عبد الجليل وعمرو والناس دي. حلني بقى عقبال ما حلني عقبال ما اشوف بقى المركز. لا ده في قوم مين ده بيلعب كمان ايه؟ ده بيلعب ناحيه الشمال في المركز بتاعي. اسامه عرابي. وكان كابتن ربيع ياسين ومحمد قاعد. فتبص لنفسك انت بتلعب في المكان ده، هتطلع بقى تلعب لازم الناس دي تعمل ايه؟ لازم حد يقع من الناس دي عشان انت تلعب. فطبعا بتبقى صعب جدا انك انت تلعب في النادي الاهلي درجه اولى، عكس احنا الايام اللي موجوده دلوقتي. الايام الموجوده دي سهله جدا. ايه الفرق بين سهله جدا؟ ايه من وجهه نظرك الفرق يعني بين دلوقتي انك انت النادي الاهلي دلوقتي، يعني من في الثمانينات والتسعينات
قليل جدا لما النادي الاهلي كان يجيب لعيب من اي نادي تاني. كان لما كان يجي يجيب كان يجيب لعيب افريقي ولازم يكون فيرويد. ما كانش يجيب هاف ولا كان يجيب باك ولا كان يجيب لازم يجيب لعيب فيرويد مهاجم يجيب جوال ومش اي مهاجم. لكن انت دلوقتي على النادي الاهلي كل نص الملعب ديفنس اي مركز بيحس فيه خلل بيدعم تدعيم على طول. فبيجي لك اللعيب من بره، اللعيب اللي بيجي من بره غير اللعيب بتاع النادي الاهلي. يعني لو انت بص كده في فرق بين المحترف من وجهه نظرك، مش المحترف اللعيب اللي جاي من بره ده محترف. يعني جاي من بره محترف. لا انا بتكلم لا المصري المصر. بتكلم اللعيبه اللي هي المصريه اللي موجوده في النادي الاهلي. انت مثلا لما تيجي مثلا رمضان صبحي، رمضان صبحي انا كنت بمرن فرقه 98 بتاعت احمد حمدي وفوزي الحناوي وكريم والناس دي. كان رمضان اعلى منهم 98، انا سبعة انا 98 وهو 97. رمضان متاسس في النادي الاهلي وهو عنده كام سنه؟ 10 سنين. ايوه. فتبص تلاقي التمرين تمرين صح، بيتمرن تحت مدربين جامدين، تكتيك فيتنس، ازاي يجهزه، ازاي يقف في الملعب، يطلع اللعيب فاهم كل حاجه وهو طالع. متاسس صح. وقبل ده اسمح لي كابتن جمال، انا بتهيالي جزء كبير جدا من 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 فكره الفرق اللعيبه اللي طالعه من فرق الناشئين في الاهلي هي فكره شخصيه البطل. انك انت تزرع في لعيب من وهو في سن 10 سنين ان كل بطوله انت داخل تلعب فيها انت بتلعب عشان تاخد مركز اول. انت المركز الثاني بالنسبه لك خساره. صعب. لا خساره. ما وينعكس على حالتك بزعل او بحزن او برغبه في انك انت تبقى افضل عشان اللي جاي. تمام. في ناس كتير ممكن تاخد مركز ثاني تبقى حاسه انها عملت يعني انجاز او بتاخد مركز ثاني كل فين وفين. كلامك ده بيتهيألي بينطبق على الناشئين في النادي الاهلي. لا ده مش بينطبق، ده حاجه اساسيه. يعني انا مثلا لما مشيت من النادي الاهلي ورحت الاتحاد السكندري لعبت 6 مواسم وجبت 37 جول. ايوه. في الاتحاد في اسكندريه 37 جول. في النادي الاهلي انا كنت بلعب ديفندر، لان يعني برضه انا اتظلمت في الحته دي، لان انا مثلا بلعب تحت الفراوده يمين وشمال وتحت الفراوده. رحت في النادي الاهلي لما جيت احتاجني الكابتن انور سلامه وماكل ايفرت ان انا المكان الوحيد اللي فاضي الديفندر. هادي رجع يلعب ديفندر. هادي رجع ليبرو وانا كنت بلعب اللي جبت من لعبت مكان هادي خشبه. فانا رحت لعبت في المكان ده. الحاجه بقى اللي انا كنت متعود عليها ان اجيب جوال خلاص لعبت حاجه ثانيه. فلما رحت الاتحاد السكندري لا رجعت العب تحت الفراوده ثاني. فرجعت بقى ابدا امارس الايه الهوايه بتاعت ان انا اودي للجول واجيب جوال. جايب 37 جول. ارجع بقى الحته اللي هي بتاعت تاسيس اللعيب. انت لما بتجيب اللعيب من بره النادي الاهلي من اي نادي في مصر بعد احترام كل اللعيبه اللي موجوده والمدربين اللي موجوده كلها. المدربين اللي موجوده كلها بره التاسيس والخبره والتدريب غير بتوع النادي الاهلي. بس ما اغلب المدربين الشغالين برضو يعني في كتير جدا منهم من مدرسه النادي الاهلي وعايش عمرهم كله في نادي الاهلي. لا انا بتكلم على انا بتكلم في الفتره اللي هي الحاليه الموجوده. اللي هو فتره الناشئين، ما بتكلمش الدرجه الاولى. تمام. ما انت خلاص الدرجه الاولى دوت لما يبقى هو عنده 19 سنه او 20 سنه انت هتعمل له ايه؟ هتاسس فيه ايه؟ ما خلاص كده، ما كده خلاص. تمام. هو كده بيشتغل على اللي هو خلاص هو جاي 20 سنه 21 أي. سنه 24 سنه هو جاي على الشغل اللي ايه؟ القديم بتاعه. مش هتعمل له حاجه الا اللي هو التكتيك اللي انت بتلعب بيه او فتره الاعداد اللي انت بتعملها له. لكن تاسيس كعضله وكشخصيه. انت اشتغلت كابتن جمال شويه في مسكت ناشئين في الاهلي. مسكت في غير الفرقه اللي انت مسكتها. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي مسكت 98 مسكتها. طب تسمح لي كلامك في حته ناشئين شويه. ماشي. لانه ناس كتير جدا بتتكلم انه انا بتكلم على الكره المصريه عموما. يعني بقى فيها ندره في المواهب، ما بقيناش نشوف كل جيل مثلا في 3-4 لعيبه فلته. احنا بتهيألي لغايه جيل بركات وابو تريكه، يعني من بعد الجيل ده بقى في ندره في المواهب الحقيقيه في الكره المصريه. تتفق ولا تختلف مع الكلام ده؟ لا، هي رؤيه مدرب. يعني هي ليه المواهب مش موجوده؟ لا، هو في مواهب، بس مين اللي يشوف المواهب دي؟ مين اللي يطلع المواهب دي؟ يعني انا في مثلا كنت انا ماسك الفرقه بتاعه 98. كان في ياسر رضوان كان ماسك الفرقه مدير فني. وكنت انا بقول له يا ياسر ان فوزي الحناوي ده لعيب كويس، كان قد كده. ايوه. قلت له ده يلعب درجه اولى في النادي الاهلي ويلعب في اي حته.
كنت شايف فيه مقاومات لعيب نجم. انا شايف فيه نجم. قال لي لا ده ما كنا رايحين قطر، لا ده ما يسافرش كمان ما يجيش معانا. ياسر جاله سفريه، انا مسكت الفرقه مدير فني. لا ما سالتوش ليه يعني؟ لا مش هساله بقى، ما خلاص ما انا عارف هو طالما انت ليه هو ضعيف وما يسمعش، هو خلاص وجهه نظره مهما تقول له مش خلاص هو مقتنع لو هو مش هيبقى موجود. ياسر برضو يعني لعب في المانيا ومدرسه فيتنس، كل واحد ليه، كل واحد بقى بص كل واحد ليه رؤيه. أيوه. في اللعيب دوت، واللعيب ده ممكن بعد سنتين يبقى ايه، بعد سنه يبقى ايه، لو انت اشتغلت معاه كتير هل هيستجيب للشغل ولا هيقف؟ ميسي اللي قلب الدنيا ده، كانوا في ناس بتقول لك ده ما يلعبش كوره اساسا. ففوزي ده قلت للكابتن عامر، كابتن عامر فوزي هيبقى لعيب درجه اولى في النادي الاهلي وهيبقى كويس. ايه اللي حصل؟ قال لي نفس الكلام. ايوه انا مسكت فوزي ده قعدت امرن فيه وعلمه ازاي يقف في الملعب لحد ما لعب درجه اولى في النادي الاهلي وعار لسموحه دلوقتي. طب خلينا نتكلم عن فوزي، وخلينا نكلمك على لعيبه ثانيه في الناشئين انت ذكرت اسمها، عايز اسمع رايك فيهم. بس خلينا نقول الو كده، معانا واحد من النجوم، النجوم جيلك ونجوم مصر طبعا النادي الاهلي، نقول الو. الو هتعرف الصوت ولا؟ الو اكيد. مساء الخير. الو الو مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ النور مساء النور، ازيك يا احمد؟ ده صحتك نورنا. انا بمت عليك طبعا وعلى يوسف ده. اخويا وحبيبي كابتن محمد يوسف. لا جاب الصوت يا كابتن يوسف نجح في انا قلت بس اشوفه هيعرف يجيب الصوت ولا لا، جاب الصوت على طول. كابتن محمد يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن محمد. حبيبي حبيبي احمد، ازيك؟ انا مبسوط والله، ولما كلموني جمال معاك. بص يعني جمال ده من اطيب اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني. انا بيتهيألي يا كابتن محمد لما بتشوفوا بعض على الشاشات او حد بيبقى ظاهر اعلاميا، انت شخصيا وانت قاعد بتتفرج او بتتابع او بتعرف يعني وبتسمع، بتفتكر كده ذكريات كتير جدا، فلوس ذكريات بيشتغل، وبتفتكر لقطات وبطولات ولحظات فرحتوا فيها سوا ولحظات كنتوا يعني متضايقين فيها سوا. طبعاً. مواقف كتير طبعاً. جدا طبعا جمال. بص جمال مساعد يعني، هقول لك ايه يعني، اولا احنا عشرة عمر طالعين مع بعض من الناشئين. وكنا بنلعب مع بعض تحت 13 سنه، وكان معانا بقى مشير حنفي، وكان معانا طبعا نجوم تانية كتير كملت في النادي الاهلي، وتامر حفني، ومش عايز انت حد طبعا عشان محدش يزعل. ايوه احنا عاملين جروب كده مع بعض، اللي هو بتاع اولاد يعني المواليد دي بتاعت النادي الاهلي، المواليد. أيوه. الدفعه مش عايز حد يزعل عشان هم كلهم احنا مع بعض على الجروب. بس انا بقول لك يعني فعلا انا سعيد والله ان معاكم، وجمال عشرة عمر، جمال من اللعيبه المميزين جدا من اول ما بدانا في كاس العالم في كندا تحت 17 سنه مع المرحوم كابتن طه بصري. وزميلنا بقى في منتخب مصر وفي النادي الاهلي وفريق اول في النادي الاهلي ومنتخب 19 ومنتخب اولمبي، ومعاك واحد من احسن لعيبه وسط الملعب اللي كان يعني واحد ضد واحد، ومش عايز اقول لك كان على طول يعني اي موقف واحد ضد واحد. أيوة. يبقى مطمن ان جمال مساعد هيعدي وبيلعب برجلين الاثنين، وكان لعيب متكامل يعني، لعيب سرعه ومهاره وتسديد على المرمى. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين يا كابتن يوسف؟ نعم. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين؟ لا 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 لا، ده احنا لعلمك يعني على طول كنا مع بعض حلوين جدا. طبعا لما بنلعب مع بعض التقسيمات قدام بعض في التمرين طبعا دي اكيد بيبقى كل واحد عايز يكسب. لكن جمال من الشخصيات الجميله والشخصيات الطيبه جدا، ويعني وكمان لما طلع بعد كده كمل في نادي الاتحاد برضه عمل كوره حلوه قوي وقدم مستوى حلو ومستوى كويس جدا. فانا بمت عليك يا جيمي بقى، انت جمال حبيبي يا يوسف، ربنا يخليك يا حبيبي. مش عايز اطول عليك، لكن انا مبسوط، انا مبسوط يا احمد كمان ان احنا يعني انتوا بتظهروا جمال او جبتوا الامثله اللي زي جمال، لان ممكن اجيال دلوقتي في النادي الاهلي ما شافتش قوي يعني جمال مساعد. جمال مساعد كان من اللعيبه الجامده جدا يعني، طبعاً لعيب طبعا. لو يعني انا بقول لك احنا انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي متصلين في الفريق الاول، وبعد كده طلعت احترفت في تركيا ولعبت في امبي. لا جمال من اللعيبه اللي في التسعينات يعني لو كان كمل كمان في النادي الاهلي كان كسر الدنيا. يمكن هو عارف انا وهو عارفين فيش دي من النادي يعني حاجات خلاص بقى زمن او انا، لكن جمال لا لعيب
هنتكلم معاه في ده، هنتكلم معاه في ده. انا سعيد جدا ان انا بسمع صوتك. تحب تقول حاجه للكابتن يوسف؟ كابتن جمال، لا هو يوسف اخويا وعشره عمري وبنتواصل على طول، انا هو مش محتاج ان اقول حاجه يعني. حبيبي يوسف، لما كنتوا بتلعبوا على بعض في التمرين انت اللي كنت بتعدي ولا هو اللي كان؟ لا ده كان في حاجات كتيره بينه وبين يوسف. نفس الجبهه، اه بيلعب هاف ناحيه، بيلعب هاف وانا باك وراه. هو على طول بتاع كان تحتيه الجبهه الشمال. عظيم، جبهه شمال شديده ومحترمه كابتن يوسف. انا نفسي مش عارف انتوا عندكم ماتيريال تجيبوا له لقطات منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الصعب. انا لسه عايز اتكلم، وكمان لعب مع كابتن جوهري الله يرحمه طبعا، جنرال جوهري طبعا. ومنتخب لقطات من كاس عالم ناشئين تحت 17 سنه. ايوه يعني بصراحه كان يعني انا مش عايز اشكر فيه وهو قاعد. ايوه فعلا من اللعيبه القليله اللي جم في مصر بيلعبوا برجلين الاثنين، اليمين زي الشمال بالظبط. ايوه انا بشكرك جدا وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك ونتواصل معاك كابتن يوسف السادسه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن محمد يوسف. نروح لفاصل ونرجع نتكلم على قصه ازاي مشيت من النادي الاهلي مع كابتن جمال مساعد السادسه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومكملين لقائنا مع نجم النادي الاهلي كابتن جمال مساعد. يمكن كابتن يوسف وقت المداخله تحكي وتقول ولا احكي انا؟ لا خليني بس الاول اعرف الظروف، ويمكن كابتن يوسف عدى على الجزئيه دي، الظروف اللي انت سبت فيها النادي الاهلي ومشيت منه، وكان انتقالك انت رحت الاتحاد على طول بعد الاهلي. على طول. ايه الظروف اللي ايه اللي حصل؟ هو السنه اللي مشيت فيها سنه 93 94 انا كنت لاعب بتاع حوالي من ماتشات الدوري كلها بتاع حوالي مثلا 17 مباراه. كنت انا بلعب منتخب الاولمبي وجاي من الكويت. كنت لسه شاري عربيه جديده. فقلت اطلع اجربها، كانت الساعه حوالي 12 بالليل 1 بالليل. فطبعا حسن انا ساكن في مدن لبنان. والكابتن طارق سليم ساكن في احمد عرابي. ايوه جنبي. انا ما اعرفش طبعا. فانا سايق العربيه كده وجيت بدوس فرامل، رحت داس بنزين، رحت داخل في الفيلا بتاعته. وانت بتعرفش دي فيلا كابتن طارق؟ ما اعرفش حاجه. لا انا عرفت بعد كده. ولسه ما اتعلمت السواقه شكلك يعني، كان شكلك لا لسه. كنت بسوق بس ما كنت بسوق بس كان ساعتها كان عندي 20 سنه تقريبا. يعني. نزلت المدام عنده وابنه. انت عارف انت بتكلم مين مش بتكلم مين؟ قلت لهم لا انا ما اعرفش، انا ما انا خلاص انا غلطان، هدفع لكم حق تصليح العربيه. طب ما فيش مشكله نعمل محضر وما نعملش محضر. تقول لا لو عملت محضر مش هدفع فلوس. هتعملوا محضر؟ انا مش عاوز شوشره وحد يكتب في الجرايد ان انا سهران والكلام ده. جبت الفلوس، كان ساعتها دولارات كمان يعني بالمصر. اديتهم حق التصليح العربيتين. تاني يوم قابلت الكابتن طارق سليم، بعت لي قال لي رحت له قعدت معاه، قال لي انت جاي سكران، انت سايق بالليل سكران، وازاي انت تقعد للساعه 12 بالليل في الشارع؟ قلت له بص يا كابتن، انا اصلا انت عارف ان انا لحد دلوقتي انا عندي داخل في 48 سنه ما شربت السجاره. يعني انا بص بطلت كوره، ولا وانا كنت بلعب بشرب سجاير، ولا لما بطلت كمان كوره وقعدت شربت سجاير، ولا ليا في انواع اي حاجه خالص. اي بس يعني بقول لك انا بظبط لك ايه؟ انا بظبط لك اي حد يشك في انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك ان انا الكلام ده في التسعينات. أيوة. انا بقول لك دلوقتي ان انا بعد عدى 20 سنه او اكتر. أيوة. وانا ما بشربش حاجه. ايوه فقال لي لا انت كنت بتشرب وكنت سكران. قلت له يا كابتن اللي انت عاوز اعمله طالما انت مصمم على كده انت حر. انا بقول لك كابتن طارق في الوقت ده كان مدير الكوره. قلت له خلاص انت حر، انت شايف ان انا كنت سكران والناس قالت لك الكلام ده، خلاص انت حر. انا بقول لك انا لحد والواقعه دي كانت سبب في انك انت تسيب النادي. الواقعه دي ده بقول لك لاعب ساعتها كان ساعتها مش عارف 12 فريق او 14 فريق الدوري كله. أيوة. كنت لاعب 17 مباراه ولاعب نهائي كاس مصر اهلي وزمالك 2-1 طرب وزيت، ولاعب بعديها كاس مصر كله. بعد الواقعه دي لقيت نفسي بره، يعني بقيت نفسي مش موجود في النادي. ولما مشيت من النادي الاهلي جت مصلحه. ده يعني انت مشيت من النادي الاهلي وانت حاسس انك مظلوم.
انت هو اللي بيمشي من النادي ده بيمشي ليه؟ يعني اي لعيب بيمشي. لا في اوقات، في اوقات احنا متفقين ان النادي الاهلي كيان كبير جدا ونادي بيسعى دايما للفوز بكل البطولات، في وقت من الاوقات طبيعي جدا وعادي جدا انه لعيبه تبقى ما عندهاش القدره انها تدي او تضيف للنادي فبتسيبه تمشي. تمام، ده انا عندي، ده انا كان عندي 23 سنه 24 سنه وبعدين انا كنت واخد بطولتين يعني كنت واخد بطولات مع النادي الاهلي. لا ما هي قصه، بص كنت بتقول لي اللي بيمشي من النادي الاهلي ده اللي بيمشي من اي مكان حتى في عملك هنا، اللي بيمشي من هنا اللي بيبوظ يعني اللي بيمشي من اي مكان يبقى مش ناجح فيه. انت لما تكون انت لاعب دوري كامل ولاعب نهائي بطوله فاهمني، وتيجي تاني يوم تاني بعديها باسبوعين في الوقت ده كنت دولي يعني، انا عارف حتى شفنا صور ليك مع كابتن محمود الجوهري كنت لاعب منتخب، لعبت منتخب اولمبي لعبت منتخب ولعبت جميع المنتخبات كلها. انت لما انا مشيك ليه؟ انت خليتنا احنا دخلنا في حاجه قديمه انا اتنفست عشان كده يعني. انت لما بتيجي تمشي من مكان لازم تمشي عشان ما تلعبش. لكن انت لما تكون بتلعب وشغال طب ايه اللي يمشي؟ اقول لك على حاجه يعني، لما انا اكون في مركزي مثلا 3 4 ما بيلعبوش يعني انت 3 4 ما بيلعبوش واللي بيلعب اللي يمشي. طب انت اصلا بتقول لي جت مصلحه، طب انت كنت بتلعب ليه؟ كانت بتقول لي جت مصلحه. انا اكمل لك بس يعني. انت بتلعبني ليه يعني؟ انت مثلا انا لاعب البطوله كلها ولاعب الدوري كله ولاعب كل حاجه مع مجرب وانور سلامه والكابتن سايس، لما اجي امشي بعد كده طب انت لعبتني المباريات دي كلها ليه؟ المدرب الموجود كلمت الكابتن سلام قال لا انا ما ده حاجه ثانيه خالص، انا ماليش دعوه، انا ماليش علاقه، ماليش علاقه بالكلام ده. فخلاص انا ما يبقى انا بمشيك. كان احمد عبد الفتاح عبد الجليل ده ما كانش بيلعب خالص وكانوا جايبينه وقاعدينه في المدرج عشان كان حته حاجات كده يعني مش هنتكلم فيها، ولاعيبه كتير ما كانتش بتلعب خالص. مين اللي بيمشي؟ اللي ما بيلعبش. لكن انا ممكن مثلا يكون عندي لعيب كويس مصاب، لا ما فيش مشكله اجهزه عشان يلعب، لكن انا في ناس ما كانتش موجوده خالص فاهمني؟ لا وبعدها كملت. ايوه ايه بقى اللي انا رحت الاتحاد بعديها؟ كنت ساعتها النادي الاهلي ما كنتش عملت فيه فلوس يعني، كنت البطولات اللي انا خدتها كان نهائي كاس، البطولات اللي 7000 جنيه 6000 جنيه سنه دلوقتي ساعتها كان 3000 6000 جنيه 4000 جنيه ده اللي لعب الماتشات كلها. دي ما كانتش ارقام ساعتها. لا ما 94 يعني رقم مش عارف مش زي دلوقتي يعني دلوقتي مش زي دلوقتي يعني مثلا 4000 هتعمل بيهم ايه؟ لا دلوقتي اللي حصل هتجيبهم عربيه صغيره. لا دلوقتي اللي حصل ده مش طبيعي، خلينا نتفق بس يعني لما رحت الاتحاد كان طارق العاشري معلش يا طارق كان طارق العاشري كان جاب راكب عربيه ب 2000 جنيه وانا رايح عربيه موديل السنه فاهمني. كان برضو الكابتن طلعت يوسف كان معلش يعني في ناس كده ايه يعني لما بقول لك هي جت حاجه حلوه، لكن انا طبعا كنت اتمنى ان اكمل في النادي الاهلي لان النادي الاهلي ده بيتي وتربيت فيه قعدت اكتر من 17 او 16 سنه فيه. لكن انا كان الحاله الماديه ما كانتش تسمح ان انا اجيب حاجات كتير. لما رحت الاتحاد ساعتها خدت 60000 جنيه في التسعينات، 60000 جنيه دول ملايين بالنسبه لدلوقتي يعني. ايوه عملت 6 مواسم تقريبا في الاتحاد اعتقد اضافوا المشوار يعني بصرف النظر عن النقله من الاهلي اللي انت كنت حاببها او ما كنتش تتمناها، لكن انا بيتهيالي انه جمال مساعد الموهبه والامكانيات، بتكلم على لعيب الكوره بقى سيبك من الاسماء ومن العقود ومن الارقام، انت لقيت نفسك في الست سنين مع الاتحاد اكتر يعني ولا ككوره ولا ككوره ككوره طبعا يعني. لا هو النادي الاهلي طبعا ككوره والاتحاد كانت بقى بتحب. بص انا لما نقلك من فيرود من فيرود لواحد بتجيب جوال لواحد بتدافع كده انت خلاص انت قلت من مستواك 60-70%. لما رحت الاتحاد يعني مثلا النادي الاهلي لما تيجي تجيب مثلا تاريخ من سؤال تاني للشباب الصغير اللي طالع، وانت انا عارف انك ليك نظره في الناشئين ونظرة محترمة جدا بصراحة يعني، لو لعيب ما عندوش فرصة يلعب في الفيرست تيم في النادي، انا بتكلم على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ما عندوش فرصة يلعب في مركزه الحقيقي بس عنده فرصة في مركز تاني او مدير فني وعن حاسس انه ممكن يوظف في مركز تاني، يقبل بده ولا ما يقبلش؟ لو رجع بيك انت شخصيا يعني الزمن تاني انا بص تقبل انك تلعب في مركز غير مركزك؟ لا طبعا انا لا ما انت خلاص بقى ما انت لما تكون انت لسه طالع ناشئ انت يعني انت مثلا انت مش لاقي شغل في اي حته بنجي واحد عرفك تشتغل اي حاجه هتعمل ايه هتقبل يعني انت هتشتغل لغايه لما ده بره يعني. لكن انت في النادي الاهلي عشان تلعب درجه اولى في النادي ده كان زمان مستحيل. انت دلوقتي الناس بتيجي من بره تلعب فرقه كبيره، الجيل بتاعنا لما تيجي اقول لك انا شوف انا بقول لك اسماء عامله ازاي، الناس بتيجي من بره كابتن جمال وبتبقى التيشيرت تقيل عليهم، ما بي ممكن يبقى نجم كبير جدا في فرقته ما يستحملش الفنانه. ما فيش نجم كبير بره بفرقته، ما فيش نجوم اصلا، ما فيش نجوم، ما فيش
اللي بيجوا من بره ما فيش نجم. نجم فين؟ اصل كان هو اصلا في مكانه في ناديه هو مش نجم، مجرد ماتشين ثلاثه اربعه بقى نجم. وبعدين النجم ده انك انت تلعب في مكان خمس ست سبع مواسم ما تقعدش، يعني لما تيجي تقول الرئي ياسين ولا طارق بوزيت ولا الناس اللي موجوده ولا وليد ولا الزمن هادي. والمقارنه لا تجوز يا كابتن جمال. ما هو مالك انت بتقول احنا النهارده لعيبه عندها 18 سنه يعني انا مش عايز اقول اسماء يعني، بس احساس النجوميه تحس انك انت بتتكلم مع كابتن خطيب ولا كابتن مصطفى عبده ولا كابتن طاهر ابو زيد ولا كابتن حازم امام، ولا تحس انه انت بتتكلم مع حد مشواره الاحترافي ما لم يعني يتكرر او يحدث في الكره المصريه. يعني انت دلوقتي واحد يجي ياخد 30 40 مليون ولا 50 مليون ولا 80 مليون ويقعد موسم وبعد كده ليه اصابات نص الموسم وده بقى كده ده نجم ده؟ النجم ده اللي هو يقعد يلعب خمس ست مواسم متتاليين بمستوى مش ثابت. يعني لما يجي يقل مثلا هو مثلا 70 80% مفيش حد 100% خالص. يعني هو لو 70 او 60 او كده لما يجي يقل 40 يقل ما يقلش تحت ما ينزلش. ده اللعيب بتفرق، وانت اشتغلت مع ناشئين وعارف انا ممكن كنادي اشوف انه اللعيب ده لما يجي يلعب في النادي الاهلي موسم مدته كوره موسم واثنين ممكن بعد سنتين يبقى عندي مشروع نجم كبير، ولما اشتريه النهارده ارخص بكتير جدا من ما اشتريه بعد سنتين. ومش بس كده، ممكن كمان استفيد بيه السنتين ولا ثلاث سنين يلعب معايا ثلاثه سيزون وبعد كده ابيعه واكسب فيه. الرياضه النهارده بقى فيها بيزنس. احنا لسه بنتكلم مثلا احمد حمدي، انا مسكته في النادي الاهلي 98 مسكته ثلاث سنين. احمد لما كنت انا جيت مسكت الفرقه كان كل المدربين اللي بيلعبوه بيلعبوه ديفندر. الواقع اللي هو نفسه حصل لنا. لما تاني انا اول ما مسكت الفرقه قلت له ايه؟ قلت له بص يا حبيبي، خدته في الاوضه وقعدت قلت له بص يا احمد انت انسى حته الديفندر دي. انت بص يا حبيبي هتلعب معايا يعني ناحيه اليمين. الولد كان مقتنع ان هو ديفندر اساسا؟ هو كان بيلعب ديفندر وخلاص. ما هو بص هو خلاص ما هو بيجي مدرب عايز يلعب كوره. هو اللعيبه الصغيره مفيش حد في النادي الاهلي بيتكلم، حتى اللي عاوز في مشكله جوه النادي الاهلي بصراحه كده بيخاف يتكلم. أيوة. عشان ما يتقطعش عيشه. تمام. فاحنا بنتكلم ايه؟ فبالك انت بقى لعيب صغير هيقول لك ايه؟ هيلعب هنا يلعب هنا علام. انا جيت قلت له يا احمد يا حبيبي انت مش هتلعب ولا ديفندر وانساها، انت هتلعب ناحيه الشمال يا ناحيه اليمين يا تحت الفراوده. وغالبا هتلعب تحت الفراوده. يعني 90% قعدت امرن في كل تمرين على ثلاث لعيبه. انا طبعا بشتغل على اللعيبه كلها. كوحده واحده وتمرينه واحده وباعداد واحد وكل واحد بياخد حقه في التمرين، لكن احنا بيبقى لنا نظره ان ده ممكن يكمل في النادي الاهلي، ان ده ممكن ما يكملش، ان ده ممكن يلعب فتره اللي هي الفتره بتاعت الناشئين بس ويمشي يروح حته ثانيه. قلت له يا احمد ركز معاه في تحت الفراوده. احمد من الناس اللي اني فئه من الفئات اللي حضرتك اتكلمت عليها، يعني كنت شايف احمد حمدي ده من اللعيبه اللي هتلعب. ده يلعب دلوقتي هو يلعب دلوقتي في النادي الاهلي مستريح. وفي انت مشكله المدربين كلها اللي بتيجي بتعتمد كله على البدني بس. انا المفروض حتى في الاختبارات انت اللي بيجي لك اختبارات بتلاقي ولد قد كده. طب انا اقول لك الحاجه، انا عندي احمد ابني 16 سنه اقسم بالله العظيم يلعب دراجولا في اي حته في خلال سنتين ثلاثه. كل اللي بكل ما يروح حته عارف يقول لك ايه؟ ده ضعيف. طب ما ناخده امرنه. ما يتمرن واقويه كده. فكلمت احمد قلت له يا احمد حمدي ما يمشيش من لعب. نفس الكلام فوزي زي ما كنت بنتكلم قبل كده. فوزي حناوي برضه كانوا ماشيين وكاتبين في تقرير ان هو يمشي. قلت لهم لا ده مش هيمشي. وكان بيلعب ايه على فوزي الحناوي؟ انا اتفرجت على فوزي؟ لا ما اتفرجتش عليه. طيب فوزي الحناوي انت عارف كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب ايه؟ قد كده وبيلعبوا باك ليفت. نفس الكلام قلت له فوزي تلعب ناحيه الشمال. انا مش هقول ميسي، انا هقول ما صلاح اهو. يعني كتير من الناس قالت لك صلاح ده ما يلعبش اساسا. ما هي العين اللي بتتفرج بالاختبارات. ما انا بقول لك احنا بنقعد في الاختبارات. الناس كلها مركزه ان انا عاوز واحد بدني وواحد جاي جاهز. مين اللي هيجي لك اصلا؟ لا في مراكز في مراكز في الملعب ممكن ابقى محتاج فيها التكوين والناحيه البدنيه على اعلى مستوى، بس في مراكز ثانيه مش مطلوب ده. ماشي. في مركز يعني 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 احنا نمره 10 انا ممكن اقول لحضرتك يعني انت حتى 10 15 لعيبه ابهروا العالم كانوا بدني مش احسن حاجه. ما انت ممكن في الدنيا. ممكن تجيب لعيب بدني كويس قوي 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 وما بيعرفش يقدر المسافات، يقدر الكوره امتى هتقف وامتى. يعني ماتش النادي الاهلي فيه لا في لعيبه كتير قوي بتلعب يا كابتن بدني يعني ما عندهاش كوره يعني اساسا. مثلا ماتش النادي بتاع الزمالك والاهلي الكوره اللي ناحيه الشمال كان السيرد باك. انهي ماتش يا كابتن؟ ماتش الاهلي والزمالك 2-1 اللي فات ده الاخراني ده 3-1. كره ناحيه الشمال الراجل وقف عمل كده عدى.
انت فاتح له، احنا بنقول للاعيب المدافع لما تدي له سكه يعني لما تقعد بجنب يعني انت كده بتخيره انه يعمل ايه. بتتكلم على كره كابتن ياسر ابراهيم؟ ياس يعني انت بتخيره. ما دي احنا برضو ما ده اللي انا بتكلم عليه، اساسيات الكره وانت صغير في النادي الاهلي انك انت. طيب خليني بس عشان احنا عندنا مشوار مهم ويهمني اسمع رايك فيه. بمناسبه، مين احسن نمره 10 في مصر النهارده من وجهه نظرك؟ 10؟ انت لسه هتفكر ده احنا وهتحتار وكده وهتدور ولا؟ هدور. مفيش يعني مفيش عشرات خلاص، مفيش عشرات كانت زمان يعني. طب اتكلم معاك على ماتش الاهلي ومواجهه الاهلي والوداد، ماتشين ذهاب واياب. انت بالمناسبه لعبت افريقيا مع يعني لعبت افريقيا. شايف ماتش الاهلي والوداد، مواجهه الاهلي والوداد ازاي؟ هي فرص الاهلي عموما في البطوله السنه دي ازاي؟ فرصه النادي الاهلي في الفتره اللي فيها الكورونا والمشاكل اللي هي البدنيه والمشاكل اللي هي الفنيه بترجح للنادي الاهلي ان ياخد البطوله. لان يعني برضه زي ما برضه بتكلم حضرتك على ايه؟ العامل البدني للمدرب، المدرب اللي هيعرف يشتغل مع اللعيبه بتاعته يجهزهم بدنيا كويس ويجهزهم فنيا كويس هو اللي هيكسب المباراه. يعني انت في الوداد طلب تاجيل. اترفض النهارده. ليه تاجيل ليه؟ عشان هو مش جاهز، عنده حالات، عنده مشاكل، عنده اصابات، عنده. فلهنا اللي اللعيبه بتاعته اجهز في الفتره دي، زي مثلا بدايه الدوري. بدايه الدوري تبص تلاقي في مدربين عاملين برنامج كويس قوي، تبص لي يكسب 3-4 ماتشات والفرقه تقع. ده بيبقى حاجه كويسه ان جاب ابناط في الاول. طب اللي ما جهزش فرقته بيخسر، اللي جهز فرقته على مدار طويل. الاهلي جاهز من وجهه نظرك؟ يعني شايف الان والاهلي جاهز؟ عندنا 3 ماتشات في الدوري، هنلعب حرس، هنلعب دجله، حرس اسماعيل، وبعد كده نطلع على لعب الوداد في المغرب الاول. تمام. انت عندك دلوقتي 3 ماتشات. ال3 ماتشات دول المفروض ان انت ايه اهميتهم في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي كدوري وككوره؟ ما لهمش اهميه. ليه؟ انت كده واخد الدوري لسه كابتن جمال برضه 20 بونت لسه. لسه امتى؟ 17 بس. 17 بونت 17 بونت في الكوره، انت بتتكلم 17 بونت. انا عارف انه بعيد وصعب جدا، بس لا، هي كرة ما فيهاش صعب. بس لكن الكلام دوت مع مين؟ مع الفرق اللي هي الصغيره. ايوه. لكن لما تكون انت فرقه تقيله تقيله زي النادي الاهلي، لما تيجي تقول لي فرق 17 بونت وتخسرهم، انت عارف يعني ايه تخسر؟ معلش انا عشان وقتنا، بس انا عايز افريقيا تحديدا. يعني الدوري بالنسبه لي مش مقياس، لانه الاهلي يغرد منفردا يعني. يبقى يعني انت لازم انت فرق كبير جدا بين الاهلي، ومع كامل الاحترام والتقدير، ده مش تقليل من بقيه الانديه، بس يعني الناس كلها تتصارع البطوله الحقيقيه وصافه الدوري المركز الثاني، هو دي حاله الصراع الحقيقيه. طبعًا. لكن الاهلي خلاص يعني يغرد منفردا، ده ملوش علاقه بافريقيا، وده مش معيار او مقياس. ده اللي انا هكمل لك. ليه علاقه؟ اتفضل. انا بقول لك يا كابتن عبد النانا، دلوقتي 3 مباريات اللي جايين دول المفروض كمدرب العب ال3 مباريات دول العبهم بالشكل اللي انا هروح العب بيه بره. يعني انا ما اجيش دلوقتي العب بهاجم الفرقه دي على طول على طول على طول، فاهمني؟ عشان اكسب. طب انا هروح انا بره هلعب المغرب ازاي؟ هلعبها ازاي؟ هل انا الفرقه دي هتعمل زون ديفنس؟ وزي مثلا الحرس زي ما هي عدت لي ال 11 لعيب على خط ال 18 مش هيحصل. يبقى انا لازم ال3 ماتشات اللي انا هلعبهم دول هم دول اللي هشتغل بيهم الماتش بتاع المغرب. صحيح. يعني نورتنا واسعدتنا وشرفتنا بوجودك في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال مساعد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وان شاء الله يكون ليها لقاءات ثانيه دايما مع حضرتك. حبيبي، بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله نقابلكم يوم جديد. بكره الاهلي ان شاء الله هيستأنف التدريبات مره ثانيه طبعا، واستعدادا لماتش اللي جاي في بطوله الدوري. خلوني بس قبل ما اختم الحلقه سريعا جدا اوجه كلمه لوالده واسره واصدقاء ومحبين محمد عبد الوهاب، اللي خصصنا له فقره امبارح في ذكرى ال 14 ذكرى رحيله. كم مشاعر الحب الجياشه وكم الدعاء من جماهير النادي الاهلي للراحل محمد عبد الوهاب اكبر من الوصف، اكبر من الكلام يعبر عنه. ربنا يا رب يتقبله ويجعله دايما في ميزان حسناته. بشكر جمهور الاهلي الوفي اللي بياكد على معنى واحد، انه حب الناس نعمه لا تقدر بثمن. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله.